بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأبناء الأحباء الأكارم، أسعد الله صباحكم في هذا اليوم المبارك. وقبل أن نشرع في درسنا هذا، أذكركم بالدرس الذي سبقت لنا دراسته. كان هذا الدرس في الإعراب والمبني، الإعراب والبناء في الأفعال. ابتدأنا بالفعل الماضي، فكانت أحوال بناء الفعل الماضي كالتالي، أذكركم بها. يبنى الفعل الماضي على الفتح. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ إذا لم يتصل به شيء، فتح، كتب، ضرب، علم، كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح، لأن الذي تنطق به هو، أو يعني تكون حركة بناء الفعل بالنطق أو بالحركة التي تنطق بها. اثنين، يعني يبنى على الفتح كذلك إذا اتصلت به تاء التأنيث، كتبت، علمت، سمعت. تاء التأنيث كما نعلم أنها ساكنة، فهنا يبنى الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث على الفتح. طيب متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة، أولها تاء الفاعل، تاء توتي، يعني بالنسبة أكلت، أكلت، أكلتي. فهنا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل. أكلت، أكلت، أكلتي. علم، علمت، علمت، علمتي. درس، درست، درست، درستي. فإذا هنا يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل. كذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. ضرب، ضربنا، علم، علمنا، سمع، سمعنا. فتجد أواخر هذه الكلمات أو هذه الأفعال الماضية التسكين أو السكون، فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. الأخيرة ناء الدالة على الفاعلين، قلنا فتحنا، علمنا، سمعنا. فتجد هذه الأفعال الماضية اتصلت بناء الدالة على الفاعلين، وكان نطقنا لهذه الأفعال بالتسكين، فهي مبنية على السكون إذا اتصلت بها ناء الدالة على الفاعلين. الحالة الأخيرة وهي الثالثة، يبنى على قلنا يعني شو اسمه الفتح، السكون، الضم. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، علم، علموا، سمع، سمعوا، فتح، فتحوا. فإذا اتصلت واو الجماعة بالفعل الماضي عندئذ يضم ما قبل واو الجماعة، هذه الحركة التي ننطق بها هي حركة البناء، فهنا يبنى على الضم الفعل الماضي عند اتصاله بواو الجماعة. هذه هي أحوال بناء الفعل الماضي، هذا الدرس الذي سبقت لنا دراسته. ننتقل الآن أو نشرع الآن في درسنا الحالي. الدرس الحالي يعني فعل الأمر وأحوال بنائه، قلنا يعني الإعراب والبناء
في الأفعال، في الأفعال ابتدأنا بالفعل الماضي والآن نبدأ، والآن يعني نثني بالفعل الأمر، نثني بفعل الأمر. فعل الأمر حاله كحال الفعل الماضي، أي أنه لا يأتي إلا مبنيا، لا يأتي فعل الأمر إلا مبنيا. فهنا نجد يعني من خلال هذه الأمثلة التي لدينا إن شاء الله سيكون النقاش ويكون فيها الشرح من خلال هذه الأمثلة التي سجلتها لكم على هذه السبورة. فنقول قل خيرا وإلا فاسكت، أين الفعل الأمر؟ قل، نعم اسكت، هذا فعل أمر، اسكت فعل أمر. على ما بني فعل الأمر هنا في هذا، في هنا يعني علامة كان بناؤه السكون، السكون. إن شاء الله سنعود لاحقا ما الذي حدث. لدينا المجموعة الثانية، ادعو إلى المعروف بمعروف، اسعى في الخير، اقضي بالعدل. انظر إلى هذه الأفعال، إلى الأفعال الثلاثة، ادعو، اسعى، اقضي، هذه أفعال أمر، أفعال أمر. هنا كان آخر حركة له في هذا الفعل الضم، هنا كان آخر حركة هنا الفتح، كان آخر حركة هنا الكسر. هذه ليست حركة بناء هذا الفعل، ليست حركة بناء هذا الفعل، وإنما أبنائي إنه هذه ادعو هذا الفعل، يعني هذا الفعل لو سألتكم يعني من حيث العلة والصحة والاعتلال، هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ نعم فعل معتل، فعل معتل، شأنه شأن اسعى واقضي، هذه أفعال معتلة، أفعال معتلة. عند صياغة هذه الأفعال للأمر عند ذلك نقول ادعو، أي أن الضم دلالة على أن المحذوف واو، هنا اسعى للدلالة على أن المحذوف ألف، اقضي للدلالة على أن المحذوف الياء. لكن ما حركة بناء هذه الأفعال؟ إن شاء الله نأتيكم لاحقا ما حركة بناء هذه الأفعال. نأتي إلى المجموعة الثالثة، عاتبا أخاكما بالإحسان إليه، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وكونوا ملاذا لهم. المثال الثالث، تجملي أيتها الفتاة بالأدب فإنه أنظر من الذهب، أنظر من الذهب. انظر إلى المجموعة الثالثة، عندنا لدينا أين الأفعال الماضية الأمر، أين أفعال الأمر؟ نعم عاتبا في الأولى، بشروا في الثانية، تجملي في الثالثة. كما ترى هذه أفعال، أفعال مبنية، أفعال أمر مبنية. على ما بنيت جاء العلماء بهذه العبارة الموجزة لبناء أو أحوال بناء الفعل، فعل الأمر. قالوا بناء فعل الأمر يبنى، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، ما يجزم به مضارعه. يبنى فعل الأمر، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. نأتي إلى الفعل الأول، قل، ما الفعل المضارع فيه؟ قال ماضي، يقول المضارع. طيب إذا أدخلنا يعني أداة من أدوات الجزم على يقول، ماذا تصير؟ يصير
يقل لم يقل لم يقل لم يسكت لم يسكت هذا إيش؟ هذا مجزوم، هذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. كذلك يسكت فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فإذا على ما يبنى الفعل، على ما يبنى الفعل يقل في هذه من خلال هذه العبارة التي كتبناها، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى على السكون، يبنى على السكون. متى يبنى، متى يبنى الفعل فعل الأمر، متى يبنى فعل الأمر على السكون، على السكون، متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ نقول إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. أي فعل مضارع دخلت عليه إحدى أدوات الجزم فإنه يجزم بالسكون، فعند ذلك يبنى فعل الأمر يبنى فعل الأمر على السكون، لأنه يبنى مضارعه على السكون. فإذا الحالة الأولى في الأمر، الحالة الأولى في الأمر السكون. متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر. هنا اللام صحيح الآخر، التاء صحيح الآخر، سكت يسكت، قال يقول. فعند ذلك، عند ذلك الحالة الأولى من أحوال بناء الفعل الأمر السكون، يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر. نأتي إلى المجموعة الثانية، ادعو اسعى اقضي. نقول لكم هنا ادعى من دعا، يدعو سعى يسعى، اقضي قضى يقضي. طب عند جزم مضارعه نقول لم يقضي. انظر، لم يدعو لم يسعى لم يقضي. وقد سبق أن قلت هذه علامة، علامة الجزم هنا، علامة الجزم ليست الضمة، قلنا الضمة دلالة على أن المحذوف واو، هنا الفتحة ليست الدلالة، ليست هنا الفتحة دلالة على أن المحذوف فتحة، وإنما دلالة على أن المحذوف ألف، وإنما هنا كذلك يقضي الكسرة دلالة على أن المحذوف، دلالة على أن المحذوف ياء. فهنا متى، ماذا هنا على ما يبنى الفعل أو على ما يجزم الفعل المضارع هنا؟ على حذف حرف العلة. فهنا متى يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. إذا كان هنا الجواب إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. فعند ذلك نقول اسعى ادعو إلى المعروف، هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. اقضي هنا للدلالة نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة وليس الكسرة كما هو ظاهر أو هذا. نأتي إلى المجموعة الثالثة، عاتبا بشروا تجملي. تذكرون أنت عاتبا ما مضارع؟ هنا نقول يبنى فعل الأمر على ما يلزم به مضارع. ما مضارع عاتب؟ يعاتب، متى يعا
يعاتب بشراه يبشرون هنا تجملي تتجملين يبشرون يعاتب. إذا تذكرون هنا مع الألف المثنى يصير يعاتبان. من يذكر الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع ألحق به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة عند ذلك يكون من الأفعال الخمسة. يا شباب تجزم الأفعال الخمسة بحذف النون. تجزم متى يبنى الفعل المضارع فعل الأمر على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة عندما نقول لم يعاتباه، لم يبشروه، لم تتجملي عند ذلك هنا عند تحذف النون في الأفعال الخمسة. فهنا نقول فعل الأمر وأحوال بناؤه كما ذكرنا ذلك من هذه العبارة التي ذكرها العلماء. جمع العلماء أحوال بناء الفعل فعل الأمر، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه وهكذا التالي. فعندنا علامات الجزم السكون حذف حرف العلة، هنا حذف النون. فنقول متى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، متى يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، متى يبنى فعل الأمر على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. بهذا القدر يعني أجملنا هذا الدرس في هذه العجالة التي يعني الحمد لله نرتضي بها يعني لكم، فهي شاملة جامعة بأحوال بناء فعل الأمر. فنقول لكم يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى فعل الأمر على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. بارك الله فيكم، ودعواتنا لكم دائما الطيبة، لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.